حتى غير الضال صمدي. مستمرون معكم في هذه التغطية مشاهدينا. ما زالت الكلمة للميدان ولما تفرزه من وقائع سياسية في غزة. تتوالى عمليات المقاومة على قوات الاحتلال في حصيلة تتراكم يوميا تصاعديا وتفرض على الاحتلال مشاهد لم يتوقعها، كأن تهبط مروحية تنقل جرحى في ملعب لكرة القدم، وكأن تدمر المقاومة كليا أو جزئيا ما معدله آلية إسرائيلية مدرعة في كل ساعة خلال الأيام الماضية. ومن لبنان تستمر العمليات أيضا، وآخرها كان ما أعلنت عنه المقاومة من استهداف تموضع لجنود الاحتلال في محيط ثكنة رميم وتحقيق إصابات مؤكدة. ومن اليمن أيضا يستمر الجهد الميداني لنصرة فلسطين بمختلف الأساليب، وآخرها كان إطلاق مجموعة من الطائرات المسيرة على أهداف في إيلات أو أم الرشراش المحتلة. إزاء ذلك يتكثف الضغط على قادة الاحتلال، فبالإضافة إلى التعثر الكبير لتكتيكات الجيش الإسرائيلي بدأ ضغط أهالي الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة يرتفع للمطالبة بصفقة تبادل، صفقة بات الجميع يعرف أن مقدمتها وقف إطلاق النار. مستمرون معكم مشاهدينا في هذه التغطية، وسينضم إلينا في هذه التغطية معي هنا في الاستوديو الدكتور غسان ملحم، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة والعلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية. مرحبا بك دكتور. ولكن قبل أن نبدأ مع الدكتور، تنضم إلينا شبكة مراسلنا من قطاع غزة وجنوب لبنان، وسأبدأ مع مراسلنا في قطاع غزة أحمد غانم. مرحبا بك أحمد، ويعطيك ألف عافية. عن آخر التطورات في قطاع غزة وتحديدا المنطقة الوسطى والجنوبية، تفضل. نعم أحمد، يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة من شماله إلى جنوبه، وتواصل إسرائيل غاراتها الجوية وكذلك قصفها المدفعي على مناطق وأهداف متفرقة من قطاع غزة. يتركز هذا القصف تحديدا في المناطق الجنوبية، ولا سيما في مدينة خان يونس التي شهدت قصفا مدفعيا منذ منتصف الليلة الماضية. بدأت هذه القذائف تتساقط على رؤوس المدنيين العزل وتحقق طبعا شهداء وجرحى، وكأن إسرائيل تسابق الزمن كعادتها منذ بدء اليوم الأول من العدوان لرفع فاتورة الدم. قصفت إسرائيل هذا اليوم منزلا في منطقة وسط النصيرات وسط قطاع غزة، وكذلك واصلت عمليات القصف العشوائي بالقذائف المدفعية وسط الأحياء والتجمعات السكنية المكتظة بالسكان. مصادر طبية قالت بأن الساعات الماضية شهدت وصول ما يزيد على 20 شهيدا إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب القطاع، وكذلك قصف الجيش الإسرائيلي محيط مدرسة المزرعة وهي في منطقة دير البلح، وتؤوي المئات من النازحين. ومعنى قصف هذه المدارس أن إسرائيل ترمي إلى إفراغها من هؤلاء النازحين، وذلك لتحقق أولا الرعب لهؤلاء الناس، وثانيا ألا يتوقف مشوار النزوح الداخلي الذي سعت إلى تنفيذه إسرائيل منذ اليوم الأول من العدوان الإسرائيلي. الغارات الإسرائيلية تواصلت أو القذائف المدفعية تواصلت على منطقة دير البلح وسط قطاع غزة، وتحديدا النواحي الشرقية، وكذلك كل المنطقة الوسطى سواء المغازي والبريج ودير البلح وكذلك النصيرات. واستهدف هذا القصف المناطق الحدودية. قبل قليل أعلن عن ارتقاء صحفي جديد عاصم موسى، وكذلك شنت الطائرات الحربية بالأمس أو طائرات الاستطلاع قصفا باتجاه مجموعة من الصحفيين. أصيب صحفي واستشهد آخر، ليرفع أعداد الشهداء الصحفيين إلى ما يزيد على 80 شهيدا، وهو رقم كبير للغاية حقيقة في ظل طبعا هذه الحرب المتواصلة. اسمح لنا أحمد أن نرحب بالأخ سامي أبو سالم، وهو طبعا صحفي، وعن نقابة الصحفيين الفلسطينيين. تحياتي سيد سامي، كيف تصفون الحرب الشعواء على الصحفيين في قطاع غزة؟ كما وصفتها وكما تفضلت أنت، هذه حرب شعواء على الصحفيين
ونحن نكاد نجزم أن استشهاد الصحفيين في قطاع غزة 90 صحفي في أقل من 90 يوم، بمعدل أن صحفي أكثر من صحفي في يوم واحد. هذا هناك بعض الوقائع وبعض الأحداث التي تشير وقرائن تشير أنها استهدافات مقصودة وليست حوادث عارضة. نحن في نقابة الصحفيين نتهم الاحتلال أنه يقتل الصحفيين عمدا، وهناك قرائن كثيرة، وليس بآخرهم الشهيد سامر أبو دقة بالأمس كما ورد لدينا من زميله وائل الدحدوح وشهود العيان أنه استشهد بصاروخ من طائرة استطلاع. عندما نقول طائرة استطلاع يجب أن نقف هنا على هذه النقطة. طائرة استطلاع يعني أنها تستطلع وتعرف ماذا يجري على الأرض وتعرف من يمشي على الأرض. طائرة الاستطلاع تعرف الساعة في يدي، وبالتالي هي تعرف من يمشي على الأرض وتعرف أن هؤلاء صحفيين يحملون كاميرا والدرع وإشارة الصحافة، ورغم ذلك أيضا استهدفوهم. بعيدا عن الأهداف الإسرائيلية التي نعرفها من أنها لا تريد للحقيقة أن تخرج من قطاع غزة، أي دور للمؤسسات الصحفية العربية والدولية تجاه ما يجري؟ هل لديكم تواصلات معهم؟ هل لديكم أي خطط لرفع ملفات الجرائم بحق الصحفيين للجنائية الدولية؟ هذا صحيح، ومن قبل هذا ومن قبل هذه الحرب ومن قبل استشهاد الزميلة أيضا شيرين أبو عقلي في نقابة الصحفيين مع الاتحاد الدولي للصحفيين ومؤسسات قانونية أخرى تم رفع قضية إلى الجنايات الدولية. هناك مشكلة أكبر من الجنايات الدولية، يعني بالضبط كما حصل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما وضع عقوبات على رئيسة محكمة الجنايات الدولية، وبالتالي المشكلة في العنجهية الأمريكية التي تحمي الإرهاب الإسرائيلي. نقابة الصحفيين وغير نقابة الصحفيين والاتحاد الدولي للصحفيين والسي بي جي ومراسلين بلا حدود يقوم بما بدورهم المناط بهم، ولكنهم في النهاية يبقون قوة ناعمة وليست قوة خشنة التي من الممكن أن تضع حدا. يقوموا بدورهم ولكن كل أدوارهم القانونية وغير القانونية تصطدم بالعنجهية الأمريكية. إلى أن نصل إلى محكمة الجنايات الدولية، إلى أن بالضبط كما جرى في مجلس الأمن، في مجلس الأمن الجميع لا تستطيع أن تفعل شيء. مجلس الأمن يحاول أن يفرض على الاحتلال فقط هدنة إنسانية، وقف إنساني، تواجه أيضا بالعنجهية الأمريكية بالفيتو الأمريكي. وقس على ذلك هناك جهود حثيثة من المؤسسات، ولكن المشكلة في الحماية الأمريكية هي رأس الشيطان الأكبر الذي يدعم الاحتلال. مشكلتنا ليست في القوانين المكتوبة في الأمم المتحدة، ليست في النواميس الموجودة، مشكلتنا في تنفيذها. هناك قوانين، اتفاقية جنيف الرابعة، ماذا نريد نحن؟ فقط نفذها، لا نريد كتابة أشياء أخرى، فقط نفذ اتفاقية جنيف الرابعة أو غيرها. ليس هناك تطبيق، لماذا؟ لأنها إسرائيل، وهي إسرائيل يعني أشبه بولاية أمريكية. الحماية الأمريكية هي المسؤولة عن استشهاد سامر أبو دقة، والمسؤولة عن شيرين، ومسؤولة عن استشهاد فضل شناعة، ومسؤولة عن استهداف كل الصحفيين. هي الحماية الأمريكية للاحتلال. طيب ما العمل الآن سيد سامي؟ العمل من أي طرف، سواء محلي، صحفيين مستمرون في التغطية، كصحفيين مستمرون في كشف جرائم الاحتلال، كصحفيين لن نسمح أن تتكرر النكبة مثل نكبة 48 بلا كاميرات. لا، سنغطي ونغطي، وهذه مهمتنا الإنسانية والمهنية والأخلاقية أيضا، سنستمر. والمؤسسات الدولية إن لم يكن هناك ضغوط عربية غير عربية من الدول، من الأحرار، من يسمون أنفسهم ليبراليين أو محور هنا أو محور هناك، أن يضع حدا للعنجهية الأمريكية. لا نقصد بإعلان حرب أو ما شابه، لا، نقصد إن مقاطعة اقتصادية، مقاطعة في مصادر الطاقة، في مصادر الإعلام. لكن هم يبقوا شرطة العالم، هم الأقوى. المسألة هنا من الأقوى وليس من هو على حق. شكرا جزيلا سيد سامي أبو سالم عن نقابة الصحفيين الفلسطينيين. إذن بينما يعني يتواصل العدوان الإسرائيلي أحمد على قطاع غزة، نستمع بين الحين والآخر إلى أصوات نيران رشاشة من الدبابات الإسرائيلية في منطقة جنوب شرق منطقة دير البلح، ونحن نستمع إلى هذه الأصوات، أصوات الاشتباكات في مناطق متفرقة، سواء في المناطق الشمالية الشرقية لدير البلح وكذلك
الشمالية أو عفوا الجنوبية الشرقية أيضا لدير البلح. هذه الاشتباكات تواصلت ناهيك أحمد عن أن الجيش الإسرائيلي استهدف جباليا وارتكب مجزرة. الجانب الجنوبي من مستشفى كمال عدوان قد دمر بالكامل كما قالت وزارة الصحة. محيط مستشفى المعمداني قد تعرض للقصف يعني في الساعات الماضية. مستشفى الصحابة آخر المعاقل الطبية للولادة في مدينة غزة قد توقف تماما عن العمل. وبالتالي أوضاع غاية في الصعوبة أيضا لا سيما على الصعيد الإنساني ترافق كل عمليات الاستهداف الإسرائيلي المتواصلة لكل المقدرات، سواء على صعيد أولا المياه المتوقفة هنا أو شبه المفقودة في مناطق مختلفة من القطاع ولا سيما المناطق الشمالية، أيضا الآبار المياه التي يتم استهدافها، محطات معالجة المياه، محطات الصرف الصحي. مياه الصرف الصحي بدأت تغرق الشوارع. المحطات المتبقية والتي تعمل لتكرار أو لتكرير معالجة مياه الصرف الصحي تقريبا تضخ المياه إلى البحر دون معالجة. فالأوضاع غاية أيضا في الصعوبة على صعيد النازحين الذين يعانون الأمرين هنا في المناطق الوسطى والجنوبية. 1,900,000 نازح لا يجدون كسرة خبز لأطفالهم، فضلا عن التحذيرات المتوالية من انتشار الأمراض داخل المستشفيات التي يأمها آلاف النازحين، بل عشرات آلاف النازحين، سواء هنا في مستشفى شهداء الأقصى أو حتى في مستشفى ناصر جنوب القطاع في خان يونس. نعم أحمد، ويبدو أن الأوضاع الإنسانية المتفاقمة هي في كل أنحاء قطاع غزة، ولكن ربما منطقة شمال القطاع تشهد أيضا وضعا إنسانيا متفاقما وصعبا جدا. من هناك انضم إلينا مراسلنا محمود العوضية من شمال القطاع. مرحبا بك محمود، ما الذي يحدث في شمال القطاع وتحديدا ما الذي حدث في مستشفى كمال عدوان مع النازحين والمرضى؟ نعم أحمد، أنا الآن أتواجد في مستشفى كمال عدوان، استطعنا إليها بعد انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من محيط المستشفى. يعني أحمد مهما تكلمت لن يستطيع الكلام، سأرسل لكم بعد قليل بعض المشاهد الصادمة من داخل مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة. حجم الدمار هو حجم مهول وحجم واسع. الاحتلال الإسرائيلي دمر أجزاء كبيرة من المستشفى بشكل كامل. الشهداء ملقون على الأرض، بعض جثث الشهداء محللة بشكل كامل في ساحة المستشفى. الجرافات، الدبابات، لم نشاهد هذا الدمار حتى في داخل المستشفى الإندونيسي في شمال قطاع غزة، ولا في داخل مستشفى اليمن السعيد التي كنا فيها قبل قليل. حجم دمار كبير جدا في داخل مستشفى الشهيد كمال عدوان في شمال قطاع غزة. الجرافات الإسرائيلية دمرت محيط المستشفى وداخل المستشفى بشكل كامل. يعني أحمد، بعض الجرحى هم لا زالوا، حتى بعض المرضى هم لا زالوا حتى هذه اللحظة بداخل المستشفى يصرخون، يناشدون، أحد يخرجهم داخل المستشفى. الاحتلال الإسرائيلي حولها إلى كومة من الرماد وإلى كومة من الدمار الشامل، السيارات، الإسعافات، الجثامين هنا في كل مكان في ساحة المستشفى وخارج المستشفى. نحاول أن نأخذ بعض الجرحى أو بعض المرضى. تسمعون محمود؟ يبدو بأن الاتصال مع مراسلنا من شمال القطاع محمود العوضية قد انقطع. وسأعود إليك دكتور غسان، مرحبا بك من جديد، وشرفنا بك طبعا دكتور. العفو. استمعنا إلى ما قاله مراسلينا في جنوب القطاع وفي شمال القطاع. الوضع الإنساني مزري والوضع الإنساني صعب، ولكن كان لافتا ما تحدث به مراسلنا أحمد غانم عندما قال وكأن إسرائيل تسارع الزمن في محاولة لرفع الثمن إلى أكبر فاتورة ممكنة. باعتقادك لماذا في هذه المرحلة من الحرب الإسرائيلية الشعواء إسرائيل وكأنها فعلا تسابق الزمن لتحقيق أي شيء؟ سأجيب على هذا السؤال من خلال الإدلاء بعدد من الملاحظات العلمية. بالبداية أنا قمت بتدوين ملاحظة لدى الاستماع إلى مداخلة زميلكم مراسل قناة البيادين اللبنانية من جنوب غزة لناحية القول بأنه إسرائيل هي في سباق مع الزمن. ربما يمكننا من باب التعليق أو التعقيب القول بأنه بالفعل الرهان على الوقت وبالتأكيد ليس في مصلحة لا إسرائيل ولا حتى أمريكا، وليس في مصلحة العدو الإسرائيلي ولا حتى حليفه الأمريكي. أيضا في إطار الرد على هذا السؤال، قد يكون بالبداية من المفيد بل من الضروري
الإضاءة على يعني دعني أقول ملاحظة علمية هي مثابة نظرية علمية ترقى إلى مرتبة الحتمية العلمية للإحاطة أكثر بعملية تحديد الوضعية الاستراتيجية لجيش الاحتلال الإسرائيلي وكيان الاحتلال الإسرائيلي في هذه اللحظة السياسية والتاريخية. شو بلغة العلوم السياسية وكذلك العلوم العسكرية أستاذ أحمد؟ وبعيدا من العاطفي والوجدان يعني بالصرف النظر أكيد. عن أحاسيسنا ومشاعرنا الملتهبي والتي تنحاز بالكامل إلى جانب القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني وكذلك المقاومة الفلسطينية، بس بلغة العلوم السياسية وكذلك العلوم العسكرية كما قلت لابد من التأكيد على أنه الجيوش التقليدية بما في ذلك الجيوش المدججة بالأسلحة والأعتدي والذخائر على غرار جيش الاحتلال الإسرائيلي وكذلك الجيش الأمريكي لا يمكنها أن تنتصر على وأن تهزم بالتالي حركات المقاومة الشعبية، وأضف إلى ذلك فيما يتعلق بالمقاومتين الفلسطينية واللبنانية أننا أمام حركات مقاومة عقائدية، الأمر الذي يزيد من قوة ومنعة وقدرة هذه الحركات على التصدي لي العدوان الإسرائيلي. فإذا ثمت شواهد تاريخية يعني هل الأيديولوجيا تمثل فارق في المعركة؟ بالتأكيد، يعني البعض في الإعلام الغربي والإعلام الموالي للغرب كان يأخذ على المقاومة اللبنانية وكذلك المقاومة الفلسطينية أنها حركات عقائدية. أنا أؤكد بلغة علمية بحثي والصرف بأن هذه العقيدة هي عامل وعنصر قوي يزيد بل يضاعف من قدرة المقاومة على شل التفوق العسكري والتكنولوجي للعدو الإسرائيلي وجعله في حالة جزع، والدليل على ذلك هو قدرة هذه المقاومة على الحاق أو إنزال هذه الخسائر الفادحة وهذه الأضرار الجسيمة بجيش الاحتلال الإسرائيلي. فإذا الثابت الأولى أو الملاحظة العلمية الأولى وهي معطوفة على مداخلة المراسل العديد منذ بعض الوقت أنه هذا الجيش الإسرائيلي التقليدي لا يمكنه أن يكسر إرادة المقاومة، وهي بلغة العلوم السياسية ثابتة علمية ثمت شواهد. ولكن أنت تقول دكتور بأن الوقت ليس في مصلحة هذا الجيش لا الإسرائيلي ولا الأمريكي. لماذا؟ إن كان مجلس الأمن يعجز عن إصدار قرار، إن كان الجمعية العامة للأمم المتحدة عديدة. ليس لديها قدرة على فرض وقف إطلاق النار، لأسباب الجيش عديدة. الإسرائيلي يعني طالما أن أمريكا تقف إلى جواره ما الذي يضيره أن تستمر المعركة؟ لاحظ مسألة أيضا للإجابة على هذا السؤال علينا يعني الإضاءة على عدة نقاط. النقطة الأولى أنه ثمت حسابات واعتبارات داخلية وخارجية تتعلق بالمشهد الأمريكي الداخلي والانتخابات الرئاسية الأمريكية، هذا أولا، والضغط الذي تتعرض له الإدارة الأمريكية من الرأي العام الأمريكي خصوصا والرأي العام الغربي أو العالمي عموما، هذا أولا. اثنين، لقد قلت في البداية أستاذ أحمد مع بداية هذه المقابلة في إطار التغطية الإعلامية المتواصلة بأنه الكلمة هي للميدان، وأنا أنوه بذلك لأنه بالفعل التطورات الميدانية معطوفة على تلك الحسابات الأمريكية تفيد بأنه الإسرائيلي يتخبط وهو يعاني من حالة هستيريا بكل ما للكلمة، بمعنى حتى أنه الموفدين الأمريكيين والفرنسيين قد رصدوا ولمسوا ذلك بطريقة يعني واضحة وصريحة. لهذا السيف ذو حدين، أنه التخبط والإرباك بالجانب العدو الإسرائيلي قد يجعله كالثور الهائج أو النمر الجريح ويضرب في كل مكان أن يمارس المزيد من الإرهاب والإجرام، ولكنه أيضا يثبت عدم قدرته على تسجيل أي انتصار أو حتى تقدم أو مجرد إنجاز عسكري. يضاف إلى ذلك أيضا وأيضا الضغط الذي يمارسه الرأي العام العالمي للمرة الأولى في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي أستاذ أحمد، إعلام المقاومة وفي طليعته قناة الميادين وقناة المنار في لبنان وسواهما على امتداد المنطقة والعالم، وكذلك وسائل ووسائط التواصل الاجتماعي تمكنت من إماطة اللثام عن الحقيقة ومحاكاة عقل ووجدان الرأي العام العالمي على وجه العموم والرأي العام الغربي على وجه الخصوص الذي بات يتصدى لهذه المواقف الغربية ويمارس الضغوط الميدانية. إذن لذلك الاستمرار في تغطية العدوان لا يمكن أن تكون إلى أجل غير محدد. يضاف إلى ذلك أنه نحن اليوم بإطار تحديد الوضعية الاستراتيجية للعدو الإسرائيلي، إسرائيل في هذه الحرب
بيت تعاني مما يمكن أن نصل على تسميته بالاستنزاف القسري. البقاء في القطاع هو مسألة مكلفة للغاية بالنسبة لجيش الاحتلال الإسرائيلي. نعم. وأنا لم أتحدث منذ البداية بل أرفض الحديث عن الاجتياح البري الإسرائيلي. كنت أقول أنه نحن أمام عملية برية يمكن أن نصل على تسميتها بالتسلل أو التوغل البري في بعض المواقع التي لم تتمكن حتى الآن مناورة برية يعني. وإحكام سيطرتها عليها هي مغامرة بكل معنى الكلمة. كذلك الأمر، إسرائيل اليوم في مأزق، بحال استمرت في هذا العدوان هي سوف تتكبد بالتأكيد المزيد من الخسائر والأضرار. وأنا أعتقد أنه حتى الجبهة الداخلية ومن ضمن الجبهة المعنوية سواء كان بالنسبة للجمهور الإسرائيلي أو بالنسبة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، هذه الخسائر والأضرار لا يمكن لكل من العسكريين والمستوطنين المدنيين احتمالها وتحملها لأمد طويل. هذا أولا. ثانيا، ماذا عن هيبة إسرائيل؟ قدرة الردع التي انكسرت، القدرة أساسا على الحسم السريع التي فقدتها منذ سنوات عندما انتقلنا في هذه المواجهة من طور الحروب مع الجيوش العربي إلى طور الحروب مع حركات المقاومة، أقول المقاومة الإسلامية الشعبية والعقائدية. فإذا تمت حسابات واعتبارات عدي تجعلني أقول أنه بمرور الوقت حتى إذا انتقلنا للاحتمال الثاني، الاحتمال الأول أن يستمر هذا العدوان وأن يتكبد الإسرائيلي المزيد من الخسائر والأضرار. الاحتمال الثاني أن يتخذ الإسرائيلي قرار طبعا بطلب وبإيعاز من الأمريكي الذي يدير هذه الحرب بكل صراحة وبكل وقاحة، أن يتخذ قرار في توقيت ما بوقف هذا العدوان، وهو الأمر الذي لن يكون تقصد وقفه من جانب واحد. لا أقول ذلك، هو سوف يكون من ضمن تسوي أرى أنها مبطنة ومقنعة. السبب في ذلك هو المكابرة من جانب العدو الإسرائيلي. طيب. بالرغم من قدرة المقاومة نعم. على هزيمة العدو الإسرائيلي، ولكن الجيش الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية تتعاملان مع حركات المقاومة بشيء من العلو والعنجهية. لذلك نحن سوف نكون أمام هدنات إنسانية متكررة تدفع باتجاه في نهاية المطاف تحت وطأة الضربات التي تسددها المقاومة للإسرائيليين لوقف إطلاق النار دون الإعلان عن ذلك بطريقة رسمية، وبالتالي وقف العدوان. طب ورفع بالحديث دكتور عن الضربات التي توجه المقاومة هذه المرة، سنذهب إلى الجبهة الشمالية لفلسطين وتحديدا جنوب لبنان، وينضم إلينا من هناك مراسل الميدين محمد درويش. مرحبا بك محمد. على ما يبدو بأن الجبهة اللبنانية اليوم شهدت بعض الأحداث الساخنة من قبل المقاومة التي وجهت عدد من الضربات للمواقع العسكرية الإسرائيلية، تفضل. نعم أحمد، بعد الإرباك والتخبط في وسائل الإعلام الإسرائيلية حول ما حصل، حول الحادث الذي حصل في مستوطنة مارجليوت، عدت وسائل الإعلام الإسرائيلية تؤكد مقتل جندي إسرائيلي في هذه العملية وجرح ثلاثة آخرين أحدهم بحالة حرجة. هذه العملية التي أعلنت عنها المقاومة كانت عملية نوعية خصوصا على الصعيد الجغرافي، وخصوصا ولناحية أيضا أنها نقطة مستحدثة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في هذه المنطقة. إذا كان حزب الله، عفوا المقاومة الإسلامية، حزب الله قد أعلن عن عملية استهدفت تجمع لجيش الاحتلال الإسرائيلي، استهدفها عبر طائرة انقضادية كانت تستهدف هؤلاء الجنود في حرش أو في حرج في منطقة حرجية في مستوطنة مارجليوت، وهي مقامة على أراضي بلدة هونين اللبنانية المحتلة. هذه العملية المهمة والنوعية يعني تأتي أهميتها بطبيعة الحال نظرا لأنها غير مكشوفة للأراضي اللبنانية، تقع في يعني الخطوط الخلفية وغير مكشوفة في هذه المنطقة. طبعا هذه الأهمية لا تأتي فقط من هذا الأمر، وإنما أيضا يعني كانت المقاومة قد استهدفت ثكنات أخرى عبر طائرات انتحارية كثكنة يعرى ورامين
الترميم في السابق لكنها كانت مكشوفة للحدود، لكن هذه المرة تمت في منطقة غير مكشوفة للحدود، وأنها نقطة مستحدثة، ما يعني أن المقاومة أيضا يعني لديها تطور بشكل كبير جدا على صعيد المراقبة والرصد والاستطلاع ومراقبة تحركات جنود الاحتلال على الحدود. إذن البيان الآخر كان أيضا في القطاع الشرقي، حيث أعلنت المقاومة أيضا استهداف قوة مؤللة إسرائيلية في مستوطنة المطلة المقابلة لبلدة كفركلة الحدودية، وأدى هذا الاستهداف بالأسلحة المناسبة كما قال بيان المقاومة إلى وقوع إصابات في هذه المنطقة. إلى من القطاع الشرقي حيث حصلت العمليتين الأخيرتين، هناك أيضا عمليتين كان قد أعلن عنهما صباحا في القطاع الغربي باتجاه موقع بركة ريشة المقابل لبلدة البستان في القطاع الغربي كما ذكرنا. والاستهداف الأول يعني كان استهدافا لدشمة يتجمع فيها جنود الاحتلال الإسرائيلي يعني استهدفهم. محمد، عذرا على المقاطعة، ولكن بينما تتحدث أنت الآن من جنوب لبنان، هذه المشاهد من شمال قطاع غزة والغارات الإسرائيلية المستمرة والتي لا تتوقف على مناطق مختلفة هناك في شمال القطاع، ننوه للمشاهدين أن هذه المشاهد هي من شمال القطاع، ويلاحظ على ما يبدو ربما هي إما غارات أو نوع من القنابل الدخانية أو الفسفور الأبيض، ربما يلقى في شمال القطاع هذا الدخان الأبيض الذي ينبعث بعد غارات مكثفة ومتكررة إلى هناك. طبعا سنذهب إلى محمود العوضية من شمال القطاع للإطلاع أكثر على مجمل الأوضاع. محمود يعطيك ألف عافية. قبل خليل تحدثت عن الوضع المأساوي في مستشفى كمال عدوان، ولكن مجمل الأوضاع في شمال وادي غزة أي مدينة غزة وشمال القطاع كيف تبدو هذه الصورة مع استمرار المشاهد الواردة لغارات إسرائيلية يبدو بأنها لا تتوقف؟ أحمد، يعني أحاول مشاهد هنا في شمال غزة هي مشاهد صادمة ألفها الاحتلال الإسرائيلي في المناطق التي كان يحصرها الناس، الدبابات الإسرائيلية تسير في تلك المناطق وتدمر وتحرق المنازل في مناطق بيت لاهيا ومحيط أيضا ومحيط مستشفى الإندونيسي في شمال قطاع غزة ومحيط الشيخ زايد ومدارس اللواء التي أحرقها الاحتلال الإسرائيلي كمدرسة خليفة وغيرها. الطائرات هنا طائرات الاستطلاع هنا لم تغادر أجواء شمال قطاع غزة عدا عن إطلاق قذائف دخانية أيضا في بعض المناطق، ولكن دعني أقول بأن هناك يعني هدوء نسبي يعني محفوف بالحذر في مناطق بيت لاهيا، خاصة بأن مئات بل آلاف الناس جاءوا إلى تلك المناطق بعدما سحب الاحتلال الإسرائيلي منها وخلف دمارا واسعا في مناطق. طب محمود، ماذا عن محاور التوغل والاشتباكات أو التصدي من قبل المقاومة؟ يعني هناك توغل إسرائيلي في عدد من المناطق، هناك نقطة اشتباك ساخنة في الشجاعية، تخوم جباليا وغيرها من هذه المناطق. نعم أحمد، بعض المناطق الساخنة هي مناطق الشجاعية وفي القرب ربما من مناطق الشيخ رضوان ومناطق اليرموك، دارت منذ الليل وصبيحة هذا اليوم اشتباكات واسعة في منطقة الشجاعية ومناطق السباح والدرج التي الاحتلال الإسرائيلي أطلق عليها مئات قنابل دخانية في ساعات الليل والصباح، وكنا نستمع بشكل واضح وكنا عبر الميادين أيضا ونحن نستمع إلى أصوات الرصاص والاشتباكات التي كانت تدور في تلك المنطقة. من مناطق بيت لاهيا رجع الاحتلال الإسرائيلي إلى ما بعد المستشفى الأندلسي هناك أيام، أكدوا أن الثبات الإسرائيلية حتى هذه اللحظة متمركزة في محيط مدينة الشيخ زايد ومحيط المستشفى الإندونيسي في شمال قطاع غزة الغربية. تراجع الاحتلال الإسرائيلي منها بشكل ملحوظ حتى مناطق بئر النعجة ومناطق الصفاوي ومناطق أبو شارخ، تلك المناطق أيضا ومناطق الفالوجة، تلك المناطق التي كان يحاصرها جيش الاحتلال الإسرائيلي وانسحبها بشكل مفاجئ وبشكل تدريجي وخلف ثمارا واسعا. أحمد، اسمح لي أن أخذ أحد الكوادر الطبية وهي إحدى الممرضات التي حصرهم الاحتلال الإسرائيلي في مستشفى الشهيد كمال عدوان شمال قطاع غزة. يعطيك العافية، شو اللي صار معاكي من بداية مقتحم الجيش الإسرائيلي المستشفى وأنتم بداخلها، شو اللي صار؟ قاعدين عند مدخل المستشفى الساعة 3 الفجر،
فجأنا انه في قوات خاصه دخلت المكان، في جيش اسرائيلي اقتحم المكان، وفي دبابات كانت، الطيارات سيطرت على كل المكان. ضلينا تقريبا للساعه 6 الصبح نفس الصوت ونفس الرعب ونفس الخوف اللي احنا عايشين. بعد 6 الصبح اقتحموا المشفى، فتحوا باب المشفى، جرفوا اول بوابه المشفى، البوابه المشفى. كان الاشي مخيف جدا، الاقتحام كان قوي جدا، كميه الرعب اللي حطوها فينا قويه جدا. تعاملوا مع المرضى بس هم فعليا بس كان كل شيء تصوير، كل شيء كاميرات. بعد هيك اجونا صاروا يحققوا معنا، صاروا يقولوا انه في ناس طلعت، في ناس نزلت، في اسلحه داخل المشفى. طلعنا اللي في المشفى كله، اخذوا الاطفال حطوهم على شقه، اخذوا المصابين على شقه والجرحى. وبعد هيك تعاملوا مع الشباب، شلحوهم ملابسهم، رفعوا الاسلحه انه هذه عهد وسلمناها للجيش الاسرائيلي. تعاملوا مع الاطفال، صار يضحك معهم، يزح معهم عشان بس التصوير. بعد هيك خلونا نطلع المرضى على الطابق الثاني، الكادر الثاني من المشفى، عشان يفجروا الطابق الاول ويجرحوا الطابق الاول من الشمال والوهاب. بعد هيك تعاملوا معنا احنا كتهجير كادر طبي، انه احنا بدناش نعمل لكم شيء. تفاجئنا انه هم بيتبقونا في كمين، بيخلونا في المستشفى عشان يعملنا إشي. احنا لما طلعنا من المستشفى خلونا احنا نطلع الناس، نتعامل مع الناس بكل إشي، يعني لازم نطلعوا الناس بكل امان وكل إشي. طلعنا الناس من المشفى وكل إشي. ضلينا واقفين مع الجيش الاسرائيلي، بعد ما خلصنا. طبعا احنا فلسطين على 9 المغرب، انا فلسطين على 9 بعد المغرب. بعد هيك صارت لما انا خطيت حاجز كمان عدول وطلعت لبرا شوي، صارت تقع علي يعني بالتاكيد هذه روايه احدى شهادات العيان الكادر الطبي الذي كان يتواجد في مستشفى الشهيد سهال عدوان احمد بالاختلاع كما نعم لو كان يتظاهر بالإمكانية. طبعا محمود، يعني بينما انت تتحدث الان هذه المشاهد على ما يبدو هناك غارات اسرائيليه، المصادر المحليه تشير الى انها تستهدف تحديدا حي الشجاعيه في شرق مدينه غزه، والذي يتعرض الى قصف اسرائيلي عنيف من قبل الطائرات الحربيه. ابقى معنا محمود، سنعود اليك في سياق هذه التغطيه اذا ما توفر المزيد من المعلومات حول الغارات الاسرائيليه التي تشن على مناطق مختلفه من قطاع غزه، وتحديدا هذه المشاهد من شرق حي من شرق مدينه غزه وتحديدا حي الشجاعيه. سعود اليك الدكتور غسان. يعني قبل قليل وقبل ان نذهب الى غزه كنا في جنوب لبنان، هناك عمليه نوعيه نفذتها المقاومه باستخدام طائره انقضاضيه. بالامس كان هناك تصريح اسرائيلي يقولون باننا نتفاجأ كل يوم من استخدام حزب الله لنوع جديد من الاسلحه والذخائر. عمليه اليوم لم تكن في مرأى العين للمقاومه، بمعنى استخدام الطائره الانتحاريه والانقضاضيه يتيح للمقاومه ان تستهدف الاحتلال خلف النقاط العمياء. ماذا يعني هذا الامر عسكريا بالنسبه للاحتلال؟ لقد قلت منذ فترة بأن العدو الإسرائيلي ومن خلفه الحليف الأمريكي قد استنفذ كل أوراقه في إطار هذا العدوان. في المقابل محور المقاومة على امتداد المنطقة بكل حلقات هذه السلسلة، سواء كان المقاومة اللبنانية على خط الجبهة الشمالية أو المقاومة الفلسطينية على خط الجبهة الجنوبية، لا يزال يحتفظ بالكثير من الأوراق غير المعلنة. شوف، كوني أيضا متخصص بالعلوم العسكرية وكذلك العلاقات الدولية والدراسات الاستراتيجية، لابد من القول بأنه بالزاوية الرصد العلمي الأداء الذي تمارسه أو تنتهجه المقاومة اللبنانية ردا على هذا السؤال بالذات وبالتحديد، ويقع في إطار الإحاطة من قبل المقاومة بالمفاهيم والأساليب الحديثة والمعاصرة للحلول التي تطورت أو قام بتطويرها بالذات الأمريكيون على إيقاع التطور الموازي لطبيعة القوة. نحن عندما انتقلنا من القوة الصلبي إلى القوة الهجينة وكذلك القوة الناعمة والقوة الذكية، أنا أعتقد أنه يعني هذا المشهد بالذات وبالتحديد يجعلني بالتأكيد أجزم بأن المقاومة تدرك هذا التطور في الأساليب القتالية، بل وربما استغلته لمصلحتها وباتت هي تلاحق هذا التطور وربما تتفوق عليه في بعض وظيف الأحيان. أضيف التالي بأن هذا يثبت سواء على خط الجبهة الشمالية أو الجبهة الجنوبية الأكثر سخونة، لأنه حتى حينه وحتى تاريخه العدو الإسرائيلي لم يتمكن من
تحقيق الهدف المعلن لهذا العدوان باجتثاث واقتلاع المقاومة كما ادعى في حرب 2006، بمعنى أنه لم يتمكن من أمرين: لا الإجهاز على القدرات العسكرية اللوجستية، ولا حتى إيذاء وإيلام القدرات البشرية العسكرية للمقاومة. إذن بنيت المقاومة في جنوب لبنان بالتأكيد وكذلك في القطاع في فلسطين ما تزال متماسكة وما تزال تمتلك القدرة على اعتماد ما باقي أصل على تسميته مؤخرا وراهرا بأسلوب المباغتة أو المفاجأة الاستراتيجية، بمعنى أنه لدى المقاومة في الجبهتين الشمالية والجنوبية في أي لحظة القدرة على الكشف عن ورقة إضافية، وهو الأمر الذي بميزان التفكير الاستراتيجي والتخطيط الاستراتيجي يجعل العدو وجبهة العدو في حالة إرباك مضاعف. لماذا؟ لأنه أنت عندما تكشف عن ورقة جديدة لا تقع في إطار الحسابات والتقديرات الإسرائيلية والأمريكية، أنت تجعله مرغما أو تجعلهما مرغمين، الأمريكي والإسرائيلي، على إعادة التفكير في كيفية التعامل والتعاطي مع المستجدات الطارئة التي تفرضها المقاومة في الميدان مثل استخدام أسلحة جديدة. في هذه النقطة، يعني المستجدات الطارئة، في هذه الأثناء تنقل وسائل الإعلام الإسرائيلية عن بعض القادة العسكريين الإسرائيليين حديثهم عن تفاجؤهم مما حدث بالأمس، وتحديدا قتل المختطفين الثلاثة عن طريق الخطأ. كلنا رأينا هاجاري الناطق باسم الجيش الإسرائيلي وكيف كان وجهه مصفرا، يعني وهو يتحدث بألم مصطنع عن قتل المختطفين الثلاثة. يقول القادة العسكريين الإسرائيليون: نحن لسنا مستعدين للسيناريو يكون فيه المختطفين على قدرة للتحرك في شوارع غزة. يعني هو يعتقد أن المختطفين في أنفاق غزة، بينما العملية العسكرية الفاشلة لتحرير أحد المختطفين تمت في إحدى الشقق السكنية. المختطفين بالأمس الثلاثة كما تقول التحقيقات الأولية خرجوا من مبنى وهم عراة ويحملون الرايات البيضاء، رغم أنهم يتحدثون بالعبرية تم قتلهم بما لا يتوافق مع تعليمات إطلاق النار من قبل الجيش الإسرائيلي. هذا الارتباك الكبير وهذه السيناريوهات البسيطة التي يفترض أن يكون الجيش قد استعد لها، سيناريو أن يتم العثور على بعض المختطفين خارج الأنفاق وسيناريو وارد، لكن الجيش يقول بأننا غير مستعدين لها، أين الخطط العسكرية المحكمة يفترض؟ هذا دليل واضح وصريح ومؤشر إضافي على الفشل الذريع والإخفاق الكبير لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وهو الأمر الذي أشرت إليه منذ 7 أكتوبر الماضي، وهو فشل أو إخفاق استخباري وأمني بالرغم من هذا المقدار الكبير والهائل من التفوق التكنولوجي. هنا أيضا نضيء بالجديد على أهمية هذه المقاومة التي تغلبت على هذا التفوق الاستخباري والتكنولوجي أيضا وأيضا، بمعنى أنه عندما تتعثر إسرائيل في أكثر من محطة في أكثر من موضع أو مقام على امتداد هذا العدوان الذي بات ينهز 3 أشهر، طب هذا دليل ما سبق وأن قلت في إطار الرد على السؤال السابق في المداخل السابق للاحية الإشارة إلى الاحتمال التالي. أستاذ أحمد، منذ بداية هذا العدوان بعيدا من الأفراط والمبالغة في الحماس، نعم، أنا قلت بموضوعية ليس أمام جيش الاحتلال الإسرائيلي بل كيان الاحتلال الإسرائيلي برمته، وإن غدا لنظيره قريب، سوى أن يتجرع هذه الكأس المرة وهذه الهزيمة النكراء. لماذا؟ لأنه سيرورة ومسار التفكك الداخلي والتفكيك من الداخل لهذا الكيان قد بدأ منذ سنوات. المقاومة تبتكر وتبتدع أساليب تجعل إسرائيل حائرة. أنت قلت أنها تفاجأت اليوم، هي تتفاجأ في كل يوم، هي في حيرة من أمرها، هي لم تتمكن. طب لماذا هي في خيرة؟ يعني دولة مثل إسرائيل أو كيان مثل إسرائيل لديه هذه القدرات اللوجستية الهائلة والتكنولوجيا الهائلة والموارد المالية الهائلة، ولديه وحدات إسرائيلية مختصة للتجسس كالوحدة 8200، لديه مراكز تفكير ومراكز استراتيجيات ودراسات، كل هذه وفي النهاية يتفاجأ من بقعة جغرافية صغيرة محصورة تحت المراقبة لمدة 17 عاما. أستاذ أحمد، بعد هذا العدوان
سوف يتبين للقاسي والداني أن القطاع بات بمثابة قلعة متقدمة للمقاومة في قلب فلسطين المحتلي وفي قلب هذا الكيان الغاصب، هذا الكيان اللقيط والقدر، بمعنى أن إسرائيل لن تتمكن من تحقيق الهدف المؤلن باشتتات واقتلاع المقاومة. هذا الاحتمال هو ليس مستبعدا فقط، هو مستحيل، لكنها تراجعت ولكنها هناك أيضا أخرى دكتور. تمت هدف غير معلن هو تهجير الفلسطينيين. ماذا عن هذا الهدف؟ هو غير ممكن التحقيق والتطبيق والتنفيذ على أرض الواقع. لماذا؟ مهما كانت الأثمان، لك تمت شواهد تاريخية على الرأي العام أن يدركها. جيش الاحتلال الأمريكي فشل وانهزم أمام تجربة المقاومة اللبنانية مرات عدة، وقبل أمام المقاومة الفيتنامية، وبينهما المقاومتين العراقية والأفغانية. سوف تتكرر هذه الأسطورة المرحمية على يد المقاومة الفلسطينية. لكن لا ننسى أن خصوصية الوضع في قطاع غزة يختلف عن غيره دكتور، يعني هناك ظرف إقليمي محيط في قطاع غزة لا يساعد، وهناك استعداد ربما إقليمي لتوجيه لإعادة إحياء الصفقة والآخرة، ليس كذلك؟ ليس هناك من أفق لما يسمى بصفقة القرن أو الادعاء الآخر حول ما يسمى بالديانة الإبراهيمية. سأقول التالي: المقاومة الفلسطينية ليست وحدة، هي حلقة من سلسلة تمتد على امتداد المنطقة. أنا أتحدث عن محور المقاومة. نعم. عندما نرصد المشهد بطريقة بانورامية، علينا أن نتبين أنه لهذه المقاومة امتداد إقليمي يعكس بعد وعمق المجال الحيوي لهذه المقاومة. لاحظ معي ماذا يحصل في البحر الأحمر، اليمن بالتحديد، المقاومة اليمنية، القوات المسلحة اليمنية، المقاومة العراقية والحشد الشعبي العراقي. كيف ترى خروج الناطق باسم هذه القوات في السريع؟ في المقابل أنه لدى العدو الإسرائيلي ليس هناك مما يسمى في العلوم العسكرية والدراسات الاستراتيجية من عمق استراتيجي أو مدى استراتيجي على الإطلاق. الشيء اللي صار اليوم بطوفان الأقصى هو سابقة في تاريخ هذا الصراع، لأن المقاومة الفلسطينية واللبنانية ومحور المقاومة على امتداد المنطقة تمكن من نقل المعركة والمواجهة العسكرية إلى قلب هذا الكيان، وفي ذلك استهداف فاضح للأمن القومي الإسرائيلي في عمقه الاستراتيجي. لذلك أقول بأن الرهان يزداد على تصاعد وتسارع وتيرة ومنسوب التفكيك الداخلي والتفكك إلى الداخل. هل ما يقوم به الجيش اليمني والقوات المسلحة اليمنية في باب المندبة هو الذي سيرفع الفاتورة كثيرا سياسيا واقتصاديا على الجيش الإسرائيلي؟ وأعلن قبل قليل المتحدث باسم القوات المسلحة يحيى سريعا، وهو العرب جميعا، طبعا هذه المشاهد الآن على الهواء مباشرة مشاهدينا، هي لغارات إسرائيلية في حي الشجاعية الذي يشهد شرق مدينة غزة، الذي يشهد أعنف المواجهات العسكرية مع الاحتلال الإسرائيلي، والذي اعترف حتى الأمس الاحتلال بفقدان 20 جنديا في القتال الشرس، من بينهم قائد وحدة جولاني. طبعا هو العدد أكبر بكثير، ولكن هذا ما اعترف به الاحتلال. هناك نقطة حتى قبل أن نذهب إلى الموضوع اليمني أود أن أتحدث فيها دكتور، يعني من ضمن معظم الصور التي تعرض للقتل الإسرائيليين هم من ذوي البشرة البيضاء والعيون الملونة، بينما ما عرضته كتاب القسام بالأمس من تفجير مدرعة والاستيلاء على معدات لعدد من الجنود، البطاقات للجنود القتلى المفترض أنهم قتلى كما قالت القسام التي عرضتها هم لجنود من ذوي البشرة السوداء، هذه البطاقات التي حصلت عليها كتاب القسام، ولكن ما يعلنه الاحتلال هم جنود آخرين. هل هذا دليل واقع على التكتم الإسرائيلي والتكتم على العنصرية الإسرائيلية، التمييز العنصري حتى فيما بين الإسرائيليين الصهاينة، بين اليهود الصهاينة من أصول غربية وبقية اليهود حتى هذه اللحظة لم يبث الاحتلال مشاهد لقتلى من ذوي البشرة السوداء، وإنما يكتفي من ذوي البشرة البيضاء، بينما ما بثته المقاومة بالأمس يثبت بما لدى مجالا للشك أن هناك جنود آخرين قتلوا ولم يتم الإعلان عنهم. لذلك أنا قلت منذ بعض الوقت أنه من أبرز إيجابيات هذه المحطة في تاريخ الصراع أنها أماطت اليتام عن حقيقة هذا الكيان العنصري والفاشي والنازي. بالعودة إلى الموضوع اليمني، إلى الملف اليمني وما أعلنه يحيى سريع قبل قليل العميد يحيى سريع المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية عن استهداف إيلات، هذا الوقوف الشامخ، هذا الوقوف القوي ليحيى سريع، وهذا الإعلان بكل قوة وبكل جرأة عن استهداف المصالح الإسرائيلية بشكل مباشر أو غير مباشر في البحر الأحمر،
هل نحن أمام وتخطينا عتبة المرحلة الجديدة التي يكون للمحور القدرة على أن يفرض وقائع جديدة وبالتالي تنعكس على الداخل الإسرائيلي؟ بالتأكيد، أنا قلت في إطار المتابعة المستمرة والمتواصلة لهذه المعركة ولهذه الحرب بأنه محور المقاومة ومن ضمن هذه الحلقة اليمنية قد تمكن من تمثيل وتجسيد فرضية وحدة الساحات التي باتت نظرية علمية مثبتة ومتحققة بدليل مشاركة ليس فقط المقاومة اللبنانية على خط الجبهة الشمالية بل المقاومة اليمنية والمقاومة العراقية. أنا في إطار الرد على هذا السؤال أود أن أحيل الرأي العام العربي والإسلامي بالفعل من خلال الإضاءة على هذا الأداء. أنت تقول الشامخ وأنا أضيف بأنه مشرف لإخواننا اليمنيين وهم عرب أقحاح، وأود أن أسأل هؤلاء جماعة أنصار الله القوات المسلحة اليمنية، جماعة الحوثيين الذين ينسبون إلى الحوثي وهو أمر مشرف، هم الذين كانت الرجعية العربية في الخليج العربي تقاتلهم وتحاربهم طوال العقد الماضي وهو برسم الشعوب العربية والإسلامية. نحن نسأل الرجعية العربية الملكيات والمشيخات الوراثية المطلقة الخائن والعميل، وهذا على مسؤوليتي حتى ما تقاطعني لأنه أنا أحترم هذا المنبر للمقاومة، هذا على مسؤوليتي، بس أنا أتهم النظام الرسمي العربي وخاصة في الخليج العربي بأنه كان ولا يزال منذ زمن جمال عبد الناصر وانتصار ثورة الضباط الأحرار حتى زمن الإمام الخامنئي مع انتصار الثورة الإسلامية لا يزال في خانة الرجعية العربية. لا يمكن لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وهذا أيضا على مسؤوليتي، ولرئيس الإمارات محمد بن زايد أن يكونا رمزين للحداثة والنهضة على الإطلاق. هم كانوا يواجهون ويذبحون ويقتلون هؤلاء العرب اليمنيين الذين يتصدون اليوم ببسالي لهذا العدوان الإسرائيلي. هل هذا التصدي سيغير في المفاهيم؟ بالتأكيد، سيغير في المفاهيم العربية والعالمية. طبعا طبعا، اليوم المقاومة بات لديها امتداد إقليمي على امتداد هذه المنطقة جنوبا في الجزيرة العربية، ولا أقول المملكة العربية السعودية، الجزيرة العربية مرورا بالبحر الأحمر وصولا إلى الخليج العربي بما في ذلك المضائق التي باتت في قبضة الحوثيين اليمنيين، وهو أمر هو معطى استراتيجي في غاية الأهمية. يعني أنت عم لكن لم يكن يتم التعامل معه بهذه الجدية قبل هذه الحرب. دكتور غسان، كان بالكاد يذكر الاستخفاف هو أيضا خطأ سياسي ستنفوت بوليتيك كما يقول الفرنسيون. لا ننسى أن الأمريكيين استخفوا في طالبان بأفغانستان، وفي النهاية هذه المشاهد المذلة للهروب في أغسطس 2020 الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك أنا لا أستبعد أن تتكرر هذه الهزائم النكراء للإسرائيليين والأمريكيين، دخول الحوثيين طبعا على بينما تتحدث. ننوه دكتور إلى هذه المشاهد المستمرة، هذه الغارات التي لا تتوقف، تقريبا كل دقيقتين أو ثلاث هناك غارة إسرائيلية مدمرة على المناطق الشمالية وكذلك الجنوبية، ولكن هذه المشاهد تأتي من شمال قطاع غزة تحديدا المناطق الشرقية، حي الشجاعية، حيث هناك عدد من المعارك أو معارك عنيفة تتم على تخوم الشجاعية والدرج والتفاح وبعض الأجزاء الشرقية من حي الزيتون. دكتور، يعني الفكرة التي أريد إيصالها، يعني قبل معركة طوفان الأقصى لم يكن في حسبان المنظومة الإقليمية والدولية المعادية لمحور المقاومة حجم التأثير اليمني الكبير. كان ينظر للأمر من ناحية نظرية فقط، أن اليمنيين يمتلكون القوات المسلحة اليمنية بعض المسيرات التي يمكن أن تصل إلى أم الرشراش إلى إيلات. بعد هذه المعركة وأثناء هذه المعركة، هل يمكن أن نتفاجأ بمعطيات أخرى خلال الأيام أو الأسابيع القادمة لأماكن أخرى تبرز تفرض وقائع جديدة؟ بطرح هذا السؤال، لقد قلت مرات عندي على أكثر من قناة فضائية عربية وأجنبية في الآونة الأخيرة بأنه دخول الحوثيين اليمنيين على خط هذه المواجهة لن يقتصر فقط على أطلاق الصواريخ البالستية وكذلك المسيرات التي قد تكون عرضة للاستهداف ليس فقط من قبل سلاح الجو الإسرائيلي والمضادات الإسرائيلية بل أيضا الجيوش العربية الموالية لبعض الأنظمة العربية التي قلت ولا أزال أقول بأنها خائنة وعميلة وهي معروفة بالاسم. أنا أضفت منذ البداية أنه لدى اليمنيين أوراق قوية عدة بالمثل استهداف السفن الإسرائيلية وكذلك السفن التجارية القادمة إلى الكيان الإسرائيلي. أضيف أيضا وأيضا ما الذي يمنع
القوات المسلحة اليمنية من أن تتخذ قرار لا يقول جرأة وشجاعة عن إقفال ما بالمندب بالكامل والتأثير بالتالي على مسار التجارة العالمية. القدرة اللوجستية ذلك بالتأكيد. وفي حال أراد الإسرائيليون والأمريكيون الذهاب وهم أعجز وأضعف من ذلك إلى حرب إقليمية لدى محور المقاومة القدرة على الكشف عن المزيد من الأوراق التي سوف تؤدي إلى استهداف ممنهج ومنسق للقواعد العسكرية الأمريكية، للمصالح الحيوية الأمريكية وللكيان الإسرائيلي كما قلت في عمق الاستراتيجي، وربما أيضا أذناب وأذيال الأمريكيين والإسرائيليين في هذه المنطقة من تلك الحفن القذرة من الخواني والعملاء. ربما أختم بأن أقول، لأنك أشرت إلى ما يحصل الآن من قصف جوي عنيف على القطاع، بأن أضم صوتي إلى ما قاله المفكر المقدسي الدكتور منير جورج شفيق بأنه ثمن هؤلاء الشهداء والضحايا من المقاومين ومن المدنيين الأبرياء وكذلك الصحفيين والإعلاميين، وبالتأكيد غالي بالنسبة لنا كثيرا، نحن لا نقلل من ذلك، ولكننا نقول بأنه مهر فلسطين وندرك بأنه مهر فلسطين وبالنسبة لنا غالي جدا وعلينا أن نتحمله. وقد أثبت الشعب الفلسطيني أنه مستعد أن يدفع من أجل هذا منحنى مشهدي لا يمكننا سوى أن ننحني أمامه. وهذا ما أكده الفلسطينيون في قطاع غزة وما أثبته طوفان الأقصى. صحيح. اليوم هو اليوم 71 من هذه الملحمة البطولية. شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة دكتور غسان منحي مرصاد العلوم السياسية في والعلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية. وأيضا الشكر مشاهدينا الكرام إلى مراسلينا في جنوب قطاع غزة أحمد غانم وفي شمال القطاع محمود العوضية ومن جنوب لبنان محمد درويش. وصلنا إلى ختام هذه الساعة من التغطية، نلتقيكم على رأس الساعة في نشرة إخبارية مفصلة ظهيرة. في أمان الله. والله صمدين ومحمد ربنا غير نضل صمدين.